بعض جروبات الأقارب على الواتساب، البعض مش الكل، بعض الجروبات مثل أعلى في التواصل والتآلف والمحبة والتآخي، ولكن البعض الآخر اللي بتكلم عنها الآن عبارة عن نشر غسيل وتصفية حسابات، أضغان دفينة وأحقاد تجمع أطرافها في مكان واحد، جروبات مقابر ما تسمع فيها خبر زين، ما تسمع إلا قطاعة ومشاكل، فلان ترك فلان وفلان زعلان من فلان وفلان يطلب الحق من فلان وفلان غادر المجموعة عشان فلان وفلان طردوه من المجموعة، أضغان دفينة وأحقاد لولا الجروبات ما عرفناها ولا درينا عنها. وانتبه، حذاري ثم حذاري ثم حذاري، لا يمسك إدارة الجروب بزر يقربع الدنيا كلها. إدارة الجروب أهم من إدارة شركة، لأن إذا كان طايش اللي ماسك الجروب ولا بزر، النتيجة قطاعة رحم وتفكك أسري وتفكك اجتماعي وتفكك بين العوائل. فلا تمسكون إدارة الجروب بزر، اللي يمسك الجروب رجال رشيد، رجال عاقل، يجمع ما يفرق، يستر ما يفضح. لا تسلمون إدارة جروباتكم بزر، والجروبات إذا صارت ميتة زي كذا المغادرة منها أفضل.